الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية حلق ماس في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خيرا. لبس الحلقة المصنوع من الماس في المنام والله أعلم بشرى، وقد تكون والله أعلم بشارة وعلامة على الترابط الشديد الذي يوجد بين الشريكين تلك الفترة والله أعلم. رؤية الشخص أنه يرتدي حلق من الماس في المنام والله أعلم بشرى، وقد تكون والله أعلم علامة أن صاحب الرؤية شخصية جيدة للغاية خلال هذه الأيام والله أعلم. رؤية الشخص أنه ارتداء حلق الماس في المنام والله أعلم قد تكون علامة على السمعة الطيبة التي يتمتع بها صاحب الرؤية خلال هذه الفترة والله أعلم. حلم الشخص أنه يرتدي حلق الماس في المنام والله أعلم بشرى، وقد تكون والله أعلم علامة طيبة على الخلق الطيب لصاحب الرؤية بشكل كبير والله أعلم. والله أعلم تدل رؤية الشخص أنه رأى الماس في المنام والله أعلم تكون علامة وبشرى وعلامة على السعادة الزوجية التي يتمتع بها صاحب الرؤية خلال هذه الفترة. إذا رأت المرأة المتزوجة الماس والله أعلم علامة على تحمل المسؤولية بشكل كبير خلال هذه الفترة المقبلة. حلم الرجل بالماس في المنام والله أعلم قد تكون علامة على الثروة الكبيرة التي يحصل عليها صاحب الرؤية خلال الفترة المقبلة. من يرى في حلمه قطع الماس في المنام والله أعلم، والله أعلم علامة على الذرية الصالحة القادمة له خلال الفترة القادمة والله أعلم. حلم العثور على المجوهرات في المنام والله أعلم علامة وبشرى على التغيرات الإيجابية التي توجد في حياة صاحب الرؤية خلال هذه الأيام. من يرى في حلمه أنه عثر على مجوهرات والله أعلم يعني إشارة أنه شخصا يهتم بمظهره الخارجي بشكل كبير خلال هذه الفترة. رؤية الشخص أنه عثر على المجوهرات والله أعلم علامة على التخلص من المشاكل التي كان يعاني منها فترة طويلة من الوقت والله أعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل ليلة فإنها تشفع لصاحبها إذا دخل القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.